استبدل فردة حذائي الخاص بالبطولة بأخرى قياس 36. وفي هذه الأثناء مجموعة من احتياطي نادي كويتو الإكوادوري تتسلل بخفة إلى غرفة كاشو نجم باتشوكا المكسيكي، وبحرفية عالية تقوم بتقديم ساعة المنبه 58 دقيقة حتى تفوته المباراة. وفي مكان آخر مجموعة من ناشئي فريق جامبا أوساكا يقفزون إلى شرفة أبو تريكا وبخفة متناهية يرشقون الماء على الفانيلا المعلقة حتى تنكمش. في 9 صباحا يستيقظ كاشو على منبه ساعته اليدوية ويتقلب رونالدو كاشفا عن فردتي حذائه، أما أبو تريكا فيتسلم فانيلته الأصلية من خدمة التنظيف ليستعدوا للمواجهة في كأس العالم للأندية. لا شيء يقف في طريق النجوم.